ندخل بقى في اخبار النادي الاهلي، وهيعود لنا الحمد لله بدر بنون بعد معسكر المحليين في المغرب، ان شاء الله يصل النهارده وبكره باذن الله ينتظم في التدريبات. بدر بنون طبعا مع اللاعبين المحترفين اللي دايما بيكون لهم دور كبير مع النادي الاهلي، سواء بدر بنون او علي معلول اللي لسه مكمل في تونس، او طبعا حبيب قلبك اللاعب المالي اليو ديانج اللي كان بيشارك وعمل مباراه جيده جدا. وأليو ديانج تحديدا أعتقد مركز، وعندنا حاجة بقى غريبة إن منتخب تونس هيلاعب منتخب مالي يوم الثلاث الجاي، وأتمنى إن ديانج ومعلول يحافظوا على بعض عشان خاطر إحنا محتاجينهم في موقعة الترجي. أنا بخاف جدا من معسكرات تونس تحديدا مع معلول، فيا رب إن شاء الله يكملها بالستر. معلول طبعا عمل لقطة كانت حديث السوشيال ميديا مع رياض محرز بمهارة عالية جدا، وطبعا تم التعامل معاه بشكل مهاري جدا، فنتمنى ان شاء الله السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي. وطبعا يوم الثلاثاء صباحا هينضم كمان لاعبي المنتخب الاولمبي بعد انتهاء معسكرهم مع الكابتن شوقي غريب، وطبعا مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن واكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، عشان يكونوا جاهزين مع النادي الاهلي، عشان عندنا فارس رحله مهمه جدا لتونس، وهي مباراه الدور نصف النهائي امام الترجي التونسي. بالظبط يا احمد، عندنا بدر بنون زي ما بنقول ان هو انضم للتدريبات، وانضمام لاعبي المنتخب الاولمبي للتدريبات ايضا، وكمان المسحه الطبيه مهم جدا ان هي يوم الاحد بكره يعني ان شاء الله استعدادا للسفر لتونس. والحمد لله كان في مسحه قبلها، الحمد لله سلبيه، الجمهور كان عنده تخوف طبعا، فتره الاجازه كانت طويله، ولكن انا كنت سعيد جدا ان المسحه تيجي سلبيه لجميع اللاعبين، وده مؤشر جيد ان في التزام. ده مهم يا اسامه، حتى يا جماعه صعب جدا في ان انت لاعب بقالك كتير جدا ما خدناش ريكفري، اللعيبه ما حاولتش تاخد فتره اجازه طويله جدا، احنا اخر فتره كان اللعيبه خدوا فيها راحه اعتقد من مده طويله، كان 7 ايام بين الموسمين بالظبط، فان اللعيبه تقدر تعمل ده وتقدر تحافظ على نفسها في نفس الوقت ده اشاره مهمه جدا. عندنا طبعا الكابتن قفشه والكابتن محمد هاني، وطبعا العلاج التأهيلي فترة مهمة جدا، إن شاء الله نتمنى بإذن الله إن قفشة يلحق بمباراة الذهاب، وإن كان محمد هاني الأمر فيه صعوبة إلى حد ما، لأن شد في العضلة الأمامية هياخد وقت أكتر من مباراة العودة من مباراة الذهاب، فنتمنى إن شاء الله يكون متواجد في مباراة العودة. وعندنا محمود متولي مدافع الأهلي طبعا بينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، واللاعب بيأدي تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق. وطبعا عندنا موسيماني بقى بيمنح الفريق فارس راحة سلبية يوم الاثنين إن شاء الله استعدادا لمباراة الترجي التونسي، وكان في النهاردة تكريم في النادي الأهلي حابك تتكلم عنه.